طيب بنتكلم على امور مستقره لديبالا بعد انتقاله لكن في امور لسه متازمه خاصه النجم الكبير كريستيانو رونالدو، شايف ازمه رونالدو ازاي؟ عدم وجوده في البري سيزون مع المان يونايتد ثم الاجتماع مع الاداره ويقول انا رئيس لسنة لكن بيطلب الرحيل على المان يونايتد، شايف الازمه دي ازاي؟ هو ازمه بيفتعلها يعني هو بيفتعلها كالعاده عشان يبقي اسمه رنانا في الصحافه العالميه دي ده يعني مختصر متابعتنا لرونالدو كل سنه، رونالدو عايز يبقى الاسم الاكثر تصدرا للصحف وممكن ده يبنى عليه خطوات مهمه في الميركاتو، كنا هنا السنه اللي فاتت في نفس الوقت وتكلمنا على انتقاله من يوفنتوس لمانشستر يونايتد هو نج عرف يوصل للدرجه دي من النجوميه يعني الدرجه دي من النجوميه اللي انا كل حركه اتحركها تبقى محسوبه وكل حركه اتحركها الميديا تجري ورايا فيها، ولكن المره دي هو مش حاسب حاجات كثيره، مش حاسب فعلا انه ما فيش حد عايزه يعني للاسف هو مش عارف يوصل للفورمولا دي محدش عايزه دلوقتي محدش عايزه ليه فعلا وصلت لدرجه ان رونالدو محدش من الفرق عايزه يعني كان في مظاهره كبيره جدا اول ما سمعوا انه رايح اتلتيكو مدريد كان في سوشيال ميديا عملت مظاهره ومش عايزين رونالدو انت شايف المشكله فين يعني ايه مشكله رونالدو في اخر يمكن اخر سنين يعني تالقه وآخر سنين عمره بالنسبه لكره القدم يعني. مشكله رونالدو اولا انه طابع شخصيته خلاه كون خلافات كتيره مع انديه كتيره ده اولا يعني اتلتيكو مدريد المظاهرات اللي نزلت في الشارع دي ليه؟ لان في سابقه عداء مع جمهور اتلتيكو مدريد سواء مع ريال مدريد او سواء الحركه اللي هو عملها في نهائي دوري ابطال في, 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 في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا على ما اظن دور الثمانيه مع يوفنتوس الحركه اللي هو عملها حركه مسيئه فهو طبع شخصيته احيانا بيصير الخلافات النقطة الثانية المهمة انه في وقت من مسيرته ما بيسمحش بصفقات مريحة بس يعني وفي وقت الحالي هو اعلى اللاعبين تقاضية مثلا للرواتب في الدوري الانجليزي، هل هيقبل خصم رهيب من 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 الراتب؟ لا، هل هيقبل أن يروح مثلا خطوة بالنسبة لي كانت خطوة مثالية لو تمت، لو راح بايرن ميونخ مثلا، لو راح بايرن ميونخ هتبقى دي فعلا النقطة الناقصة، كنت متخيل ان ده هتبقى فريق خرافي السنة الجاية لو عرف يوصل، بس اوليفر كان طلع قال لا مش مش مناسب لمتطلباتنا وظروفنا الحالية، ظروفنا الحالية مش ان مش عارف يدي فلوس، لا، برنا هيدي فلوس لأي حد وبرنا من أغنى أندية أوروبا بس ما تجيبليش لعيب فجأة هيطلب مني رقم زي 300 ألف في الأسبوع ده مينيمم من ده لو رونالدو قبل بالخصم ده ب150 ألف في الأسبوع هياخد 300 ألف في الأسبوع يعمل كارثة في في لا والعقلية الألمانية ما بتسمحش بكده يا كان كمان من المدرسة القديمة شوية وانت عارف الدوري الالماني وكمان البايرن لا فيه سق في سقف للتعاقدات بشكل كبير جدا بالظبط يعني ماني ده كان كان طفره يعني ماني اللي أنا اخد 210 220 ده رقم مرعب رقم مهول يعني بالنسبه لبايرن منشن فما تجيبليش لعيب هيجبرني اغير كل حاجه علشانه وهيغير كمان شكل النجوميه في الفريق فانت دلوقتي قلت مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ما دخلتش معاه بري سيزون وبتفقد نفسك اهم مزاياك ان انت بتتدرب كويس صحيح وبتدخل المواسم دايما فت انت ما خالص لحد دلوقتي عملت شوشرة بدون داعي والاجتماع اللي هو رايح ورايح حتى بشكل مهين رايح ومعايا خرخي من ديش الوكيل بتاعي وفيركسون جاي في عربية تانية ما كانتش دي الدخل لأنك كنت متخيل ان كان لازم يطلع اي تصريح مثلا يسمن ان تنهج عمال يتكلم عنه كويس بالظبط انا كنت لسه هقول لك هو بيقول لك انا حبني حبني على رونالدو وبالتالي الراجل عنده ثقه فيك يعني هم. ممكن يكون ما بيقول كده علشان ما يتقالش عكس كده بس هو تين بتهيا لي بقرب انتهاء الموسم التحضيري كده هو ما بقاش عايزه مستحيل يبقى عايز لعيب مش مؤمن بيها الدرجات دي يعني على الاقل خالص عشان افضل مسيطر قدام اللعيب يعني حتى هاج من نوعيه المدربين اللي ممكن يشتم وممكن يعمل في الملعب وممكن وممكن فلاعب زي كريستيانو رونالدو يدخل فجأة بعد بري سيزون انا مهدت اللعيبة الشباب بشكل معين، ممكن يغير تماما المعادلة جوه أوضة اللبس، يبوظ لي أول موسم عليه، حتى أيه. لو هو بقى لهد حتى لو جاب لي 30 جول 35 جول، بس في الآخر أفسد استقرار الفريق، لو كان دخل الموسم عادي، دخل الموسم عادي خالص، كان ممكن توصل لمعادلة كويسة مع المدرب، ادخل الموسم التحضيري عادي، وقول إن أنت عايز تمشي، قول إنك عايز تمشي زي ما عمل عامل, عامل كده مع البايرن بالظبط، قول إنك عايز تمشي يعني اطرح ورقه المشان دي بس انت عمال كل شويه يطلع يقول لك نابولي ده وصلت انه بيقولوا نابولي ومارسيليا كمان اللي هو اي حد عايز يروح يلعب تشامبيونز وخلاص فايوة اللي كريستيانو بيعمله ده انا بشوف ان فيه يعني بينقصين اهانه لتاريخه هو من الموضوع ما كانش مستاهل الدخله دي بصراحه صحيح ما كانش مستاهل صحيح التصرفات دي طب على مستوى المان يونايتد وعلى مستوى الصفقات والانتقالات شايف ازاي لغايه دلوقتي مع المدير الفني الهولندي الجديد شايف ازاي طبعا يعني اهم الصفقات بالنسبه لي صفقه ليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع صفقه محتاجه جدا محتاجه جدا مانشستر يونايتد وان كنت افضل كمان انه مانشستر يونايتد يسعى لباك تاني يعني مدافع كمان في ظل م. يعني تذبذب مستوى ماجواير وفاران معاه مش عارف فاران ايه اللي حصل فجاه كده من من اقصى الشمال لاقصى الجنوب اتقلب تماما مع عدوى ماجواير بس إحنا اه الثنائيه احيانا الثنائيه دور يعني